صباح الخير والفل والياسمين لأحلى صبايا بالدنيا كيفكم صبايا طمنوني عنكم اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد تتذكروا آخر فيديو قلت لكم كنت كتير مرضانة فمشان هيك تأخرت عليكم بعد هيك الحمد لله ما صحيت وصرت منيحة فقت هيك من بكير قلت لحالي بدي يسوي لهم هيك اكلات طيبه وحلويات للاولاد صلي يعني هذا الاسبوع كله مرض وما قدرت اعمل ولا اي شيء يعني حتى طبخ ما اقدر اطبخ او اقوم طول الوقت اخذ دواء انا اليوم كنت عم بقول رح اعمل بسكويت بالسميري او كوكيز بالسميري كتير طيبه وكتير لذيذه بحبوها الاطفال ورح احط لكم بصندوق الوصف الوصفه اول شي حطيت 125 جرام زبده وحطيت بيضه وكاسه سكر بودره حطيت معلقتين كاكاو وحطيت كاسة شاي نشا وباكيت بيكين بودر وضفت فوقهم كاستين طحين هون انا بلشت اكورها بكورها بشكل دائرة وشوي هيك بغطسها لتحت وبعدين بحط السميري انا حطيت ثلاث تلات سميري ثلاثة كل واحد بلون مشان هيك يطلع شكلهم حلو بنفس الوقت اذا بدكم تحطوا اثنين سميري بتقدروا بس ثلاثة حسيتهم هيك احلى كتير طيبة وكتير لذيذة وبنصحكم تجربوها بعدين ادخلهم بالفرن على 160 درجه 15 دقيقه بتكون جاهزين من تحت وفوق كنهم مشغلين الفرن اكيد من بعد هالمرضى قضيتها كلها مشروبات سخنه فتعودت اشرب هيك مليسه صرت أحسكتي بتهدي الاعصاب بتريحن بتريحني جدا فسويت مليسه قلت لها اخذ استراحه واكل قطعتين بسكويت عروة بعدين بدي اقوم اسوي كيكه الجزر صار يعني زمان طالبه زوجي مني لانه كثير بيحبها وبيعشقها فقلت اليوم رح اسويها وإذا قلنا في كيكة الجزر فأكيد بدنا نبشر جزر فأنا بعد ما قشرته للجزر بشرته رح بدي حوالي كاستين جزر مبشور لأنه بدنا نحطه جوات الكيكة هاي الكيكة على قد ما لذيذة على قد ما فيها مكونات كتير طيبة بتذكرنا بالشتاء لأنه الجزر بالشتاء أكتريته حتى القرفة حتى الجوز داخله فأول شي رح أحط ثلاث بيضات بعدين احركهم بالمكسر اليدوي بتصير اذا بتحبوا انتم المكسر الكهربائي بتقدروا بعدين راح اضيف كاسه سكر بتقدروا تقللوا الكميه اذا بتحبوا حسب ما بتكون السكر بس أنا بس هيك الوصفه بتقول كاسه سكر بعدين بحط دائما انا بعد البيض باكيت فانيليا لانه الفانيليا بتروح زنخه البيض لانه كثير ناس بتقول كيف بنروحها بالفانيليا بعدين بحط كاسه شاي زيت نباتي وبضل احرك مثل ما كنتم شايفين كاسه شاي كمان حليب وهيك بكون خلصنا من السوائل بعد ما نخلص مستوى من السواقة بنحط مثل الطحين انا حطيت كاسه طحين بكفي لانه شفت سماكته منيحه فما ما بدي اضيف له اكثر بعدين ضفت باكيت بيكن باودر بنفش الكيك وضفت معلقه صغيره قرفه هي بتعطيها كتير طعمه طيبه لكيكه الجزر اخر شيء هون خلص ما بقى احرك بالمثل المكسر لا هلا بدي اضيف كاستين الجزر وبدي احرك بمعلقه عاديه لاني نخلط فقط ما راح يعني نضل نخفق وبعدين بضيف كاسه شاي جوز انا مقطعته هيك بايدي يعني ناعم شوي مشان ما تطلع القطع كبيره وهيك بيكون صار معنا الكيكه جاهزه بس لسه انا بدي اعمل لها صوص بس تطلع من الفرن هلا هون بدي ادخلها على الفرن 170 درجه آه ضلت معي 30 دقيقه بس مثل ما قلت لكم صبايا من فرن لفرن بتختلف انا بشغله من فوق وتحت بقربها لتحت اكثر من فوق بدي اعمل صوص لكيكة الجزر مشان بس تطلع تبرد بدي أضيفه فوقها هذا الصوص عبارة عن مية جرام زبدة ونص كاسة شاي سكر بودرة وضفت مية وخمسة وسبعين جرام لبنة بعدين بدي احركهم بالمكسر الكهربائي بيصير مكسر الايد بس المكسر الكهربائي بيعطيني النتيجة اسرع بس أحركه بحطها بالبراد وبتركها تبرد لما يطلع الكيك يبرد معي بعد ما خلصت كيكة الجزر وعفتها بالبراد لحتى تبرد وتصير جاهزة إن شاء الله بفرجيكم إياها بس أرجع أنا رايحة عند رفيقتي نسرين وحبيت أخذ لها هي الزرعة من تشيشيك بيتي كتير حلوة وبتعيش بال... بالصالون وهيك ما بدك كتير تسقاي حكت لي عنها جارتي فحبيت جيب لها هدية تخلي أه، زمان ما نجي عند يعني نسرين كل مره بنتواعد انه اجي لعندها ياما ما, ما بتزبط معي ياما ما, ما بتزبط معه فالحمد لله واخيرا زبطت بتعرفوا صلي يعني حوالي هذيك المره عم نحسب انه إياها صرنا 8 شهور 9 شهور ما ما نجي لعندها هون كانت مجهزتلي لي هالفطور يسلموا ايديها وعنجد جد كل شيء بشحي والله يعطيها العافيه وكمان قعدنا انا وحماتها وسلفتها الله يخليهم لبعض يا رب ما احلى هيك قعدتهم كثير انبسطنا وقضينا وقت كتير حلو مع بعض واخر شيء شربنا هالقهوه والحلويات وهوني خلص لازم ارجع البيت يعني قضيت لي شي ثلاث ساعات عندها لنستري بس عن جد ما بينشبع منا هون اجى زوجي واولادي ياخذوني من عند نسرين مشان نرجع على البيت ما شاء الله هيك المطر كبست والاجواء صارت شتى كتير حلوه مثل ما سمعت الصبايا هلا قد العصر فتت على السوبر ماركت لاشتري لي كم غرض سلموها الاسبوع كلهم رضت ما عاد رحت لا سوبر ماركت ولا طلعت من البيت ولا شيء فلما اكتبت يعني هيك حسيت حالي انبسطت كتير انه بدي اروح على السوبر ماركت يعني غير جو بنفس الوقت اجيب الاغراض اللي لازمتني للبيت صلي فتره يعني ما عم بنزل بينزل زوجي بجيب الاغراض بس انا بحس بايدي غير شكل صراحه بعد ما رجعنا على البيت وارتحت قمت لأسوي غدا للولاد قلت الأسبوع هذا قضيت لهم ياهي يا أحرم نواشف شغلات هيك عادية فقلت لحال لو ما لهم أكل بحبوها دايما أنا ولادي بحبوا أكلات دايما يكون فيها معكرونة رز برغل هالشغلات لازم ما بنستغني عنها خالص أو خبز فاليوم قلت لحال رح اسوي له رز طويل وجنبه كفته القبرص كتير طيبه بنصحكم تجربوها اول شيء جبت بطاطين كبار هلا انا عندي هون كبار فيعني يعتبروا اربع بطاطات صغار او وسط هيك بعدين بشرتهم وجبت 700 جرام لحمه فيها دهنه وبشرت لها بصله ومثل ما قلت لكم وحطيت فوق البطاطا اللي بشرناها بتقدروا تعصروا البطاطا قبل ما تحطوها انا نسيت اعصرها على فكره انا بعصرها وبعدين حطيت شويه بقدونس نص يعني نص الجرزه حطيتها وضفت بيض وبضيف البهارات الكمون والبابريكا والملح والفلفل الاسود واخر شيء بضيف اربع معالق بقسمات يعني خبز مطحون ناعم بعدين بنحركهم كلهم مع بعضهم، هي الحلو فيها لما بتعملوها هي الكفته بتقدروا تحطوها بالثلاجه وايمت ما حبيتوا كنتوا تعبانين كنتوا مرضانين بعيد الشر عنكم يا رب او هيك مانك مشتهي تطبخي بتطالعيه وبتقليها بالمقلايه وبتصير جاهزه، فانا حملت كميه كبيره مشان احطها بالفريزر وقت بدي بطالعها وبقليها وبسهوله، فهلا عم كورها على شكل مثل الكبه النية، طلعوا شو عم كورها مثل الكبه النية بعد ما خلصت الكفتة بحط زيت نباتي ومتل ما قلت لكم بطوي من قلية حبيت أعمل جنب سلطة البطاطا فمتل ما شفتوا حطيت بطاطا وسلقتها وبعدين هون بشرت شي ثلاث جزرات وحطيت لهم زيت نباتي وهيك بخليهم يدوبوا أطيب هون الكفته مثل ما كنتم شايفين هيك بدنا نأمرها لحتى تستوي هلا البطاطا صارت مسلوقه انا بقشرها وبقطعها وبحطها بالمي بتنسلق بوقت اسرع هيك بهالطريقه بتنسلق بوقت سريع بعدين هون جبت آله مشان نهرسها هرس فهرست كل البطاطا وبدي ضيف فوقها الملح وبضيف فوقها الفلفل الاسود والبابريكا هدول البهارات اللي بحطها هاي سلطة البطاطا لذيذة وطيبة وبتتقدم بالضيوف بتتقدم بالعزايم بحفلات الميلاد كمان وهلا بعدين ضفت فوق بقدونس وبصل اخضر وضفنا الجزر اللي دوبناه شوي بتقدروا تضيفوا الجزر يعني مو نكون مقلينه او مدوبينه بس لما بتدوبوه اطيب يعني بتطلع نكهته و وما بتطلع الجزر قاسيه اكيد بكون مبشوره هون عملت اللبن حطيت ثوم الثوم اللي فرزناه من قبل ومعه ملح وحركتهم وصاروا جاهزين هي بنحطها فوق سلطه البطاطا أبنى أنا ولادي نجهز السهرة هون بالليل أنا بحب أشرب قهوة أنا وزوجي فبنشرب بكير مشان نقدر ننام في كتير ناس بيصير معهم توتر وقلق بالليل إذا شربوا القهوة فبنشرب بكير مشان ما يصير معنا هاي الشي وجبت هالأكلات اللي سويناهم لهلا ما قطعت الكيك, الكيك لسه ما حدا داقه فهلا هم اليوم هلا بالليل بقطعه مشان ياكلوا منه ويدوقوه ويقولوا لي رأيهم أما بسكويت السميري أكيد أكل ولادي منه وحبوه وبقدر احطه باللانش بوكس كمان هلا والحلو فيه انه ما فيه مواد حافظه له مضر يعني كله معمول بشغل ايدك وكله نظيف هذا اكتر شغله بحبها بنبسط عليها صراحه كتير صبايا سألوني يعني عن شو مني؟ شو بحط جواته بحط ماده كحول يعني هي اجت معه لما اشتريناها اه متل ما شفتوا في صبايا سألوني كيف تسكبيها متل ما شفتوا هيك بسكبها ما فيها شي صعوبه كتير سهله بس نسكبها وبعدين بشغلها وبتقوى النار تدريجيا على فكرة وبيدفع فكرة بدي أعملكم إن شاء الله بيوم من الأيام وأفرجيكم شو بنعمل عليه شغلات كتير حلوة بس مو هلا إن شاء الله بركي الفيديو الجاي إذا قدرت أفرجيكم شو بعمل عليه كمان شغلات حلوة هون قطعت الكيكة كتير كتير يعني زوجي كتير حبة وكتير عجبته وأنا كمان بنصحكم تجربوها هلا هي كتير طيبة ولذيذة وهلا يعني وقتها صراحة هلا وقتها فجربوها وبعتولي الصور على إنستا او على الفيس عم بنتظر الصور منكم شلون شام حبيتيه؟ شو, شو جواتا؟ في جواتها؟ في جواده يزن و جوز طيبه <applause> <laughs> up, 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 up. up. بعد ما اكلوا الاولاد وروقوا وانبسطوا قاموا غسلوا وراحوا عنهم لانه بكره عندهم مدرسه لازم يناموا بكير فانا قلت لحالي لازم دلع نفسي قلت اخواتنا المصريين قلت تفرج على فيلم كتير حلو نزل على نتفليكس جديد هو السباحتين اللي راحوا لجوا على المانيا ساره ويسرا المارديني كتير حلو كان الفيلم بنصحكم تشوفوه ان شاء الله يا رب يكون حبيتوا الفيديو وعجبكم اذا عجبكم كيف بدي اعرف اذا حطيتوا لي لايك واشتركتوا بالقناه وشاركتوا الفيديوهات رفقاتكم أشوفكم في فيديو جديد طلب لكم سلام